مازال ما وصلناش. بالتالي الى الوزاره كنعاود نذكروا الراي العام وكنذكروا الوزاره. حنا جينا كنجسدوا هاد الوقفه على اعتبار اننا مظلومين ومضطهدين، وكنقولوا للوزاره انها تنصفنا. جات الوزاره مؤخرا بواحد النظام اساسي، هذاك النظام الاساسي الغير معلن رسميا لكنه مسرب، بالتالي نقدروا كنحتجوا حنا على هذا الوضع هذا على اساس اننا كنقولوا هذا النظام الاساسي المسرب الغير معلن رسميا ما فيهش شي حاجه منصفه لنا، حيث ان الوزاره تدعي انه نظام اساسي وموحد ومحفز لجميع الفئات، الا ان جميع الفئات تسوى وضعيتها، جميع الفئات تناقش، جميع الفئات تحترم خصوصيتها، الا ان المساعد الاداري هو الذي تنتهك كرامته في هذه المنظومه ديال الشغله التعليميه، باعتبار انه ما تنصفش حقه والنظام الاساسي مرفوض. علاش؟ لانه نظام هش، لانه كيشتغل كياخذ لنا من الوظيفه العموميه يلا النظام العقوبات وما هو تاديبي، ولكن الحقوق والارتقاء بالوضعيه الاداريه والماليه غير موجوده في هذا القانون. بمعنى هذا النظام الاساسي حنا عندنا بصفر درهم، حنا هاد الحاجه اللي بصفر درهم ما مستفدين منها ماديا والو، ما بغيناش، مرفوض اعتبار انه غير منصف، والاعتبار انه هذا الشيء ناقشنا مع التنظيمات النقابيه الاربع الموقعه على اتفاق ديال 14 يناير ووضحنا لهم الخصوصيات، يجب احترام هذه الخصوصيات، يجب انصاف هذا المساعد الاداري من ناحيه المهام، من ناحيه التعويضات، من ناحيه عدد ساعات العمل، من ناحيه الاحترام اثناء الاشتغال ديالو اداء الواجب ديالو، لانه كيتعرض للحكره والاضطهاد من داخل الرؤساء من طرف الرؤساء المصالح. بالتالي حنا كنقولوا النظام اللي يكون كيكرس الهشاشه ما عندنا ما نديروا به، ولكن النظام اللي كيرتقي الوضعيه الاداريه والوضعيه الماليه وكينصفنا كذلك بغينا، ولكن احترام الشواهد الجامعيه يجب منح فتح باب الترقي. تقول لك فتح باب الترقي، الترقي كيفاش انت كتقول الترقي ال 11 وحنا ما عندناش الامكانيات السنوات اللي كتمكننا اننا نوصلوا؟ كلنا مقبلين، اغلبيتنا مقبله على التقاعد، يعني ما عمرو غادي يوصل هذا السلم 10، هذا الضحك على الذوقون. بالتالي يجب تقليص، اولا تقليص سنوات الترقي لاربع سنوات على الاقل، ثانيا اعتبار سنوات جزافيه منحنا اياها من باثار رجعي الترقيه تكون باثار رجعي من 2010 على الاقل، حتى لا تضيع حقوق المتقاعدات والمتقاعدين، لان المتقاعدين والمتقاعدات هما من الضحايا كذلك ديال هذا النظام الاساسي هذا. كنجيو كفئه متضرره امام مقر وزاره التربيه الوطنيه باش نعلنوا مره اخرى بعد وقفات سابقه على ان ما جاء به النظام الاساسي المرتقب اللي طرحته الوزاره على النقابات الخمس انه نظام اساسي مرتقب سيزيد الطين بله بخصوص المطالب ديال هذه الفئه اللي تعرضت لحيف وظلم كبير منذ كل المراسم التي مضت، واليوم نظام اساسي جديد كيزيد الطين بله. اليوم كنبلغوا الوزاره كما نبلغ النقابات الخمس كذلك على اننا نرفض رفضا قاطعا النظام الاساسي المرتقب في الصيغه اللي جابته الوزاره. اليوم تنقولوا بانه المساعده الاداريه والمساعد الاداري يقوم بمهام كثيره داخل كل ردهات الاداره ديال الوزاره، الاكاديميات، المديريات الاقليميه والمؤسسات عبر المدن. اليوم المساعد الاداري والمساعده الاداريه كيقوم بمهام ليست بمهامه ولا يعوض عنها. اليوم ادماج المساعد الاداري والمساعده الاداريه خصو يكون كيتماشى مع الشعار اللي كتقولوا الوزاره، مجرد شعار هو عندها الان، انه النظام الاساسي خصو يكون منصف وعادل ومحفز. لا شيء مما اقترحته الوزاره على هذه الفئه يعتبر او يحمل هذا العنوان، وغنستمر ان شاء الله في النضال ديالنا ان لم ياتي النظام الاساسي المرتقب بما ينصف المساعده الاداريه والمساعد الاداري.